رحمة رياض هي صبية حلوة وصلت إلى لبنان وبجعبتها أحلام كتيرة حققت جزء كتير صغير منها. رحمة رياض هي اليوم ضيفتنا بمطبخ النجوم مع أصدقائها. هي بنت الفنان القدير أحمد رياض اللي اشتهر بكل الأغاني القديمة بالعراق. إذا رحمة رياض اليوم راح تكون ضيفتنا بمطبخ النجوم وأيضا بجعبتها أخبار فنية مطبخ وتسلية وأجواء حلوة. تابعوها معنا. اجت ديانا حتى نبلش نطبخ وناكل لان جعنا. الحمد لله على السلامة. هاي هاي كيفك؟ منيحة. ثانك يو انك نطرتيني. شو اخبارك؟ الحمد لله. اتليتي على اللبناني؟ هو كل ما اتعلم انسى. شو كيف لقيت لنا بيروت بمجهودك هالرحلة؟ اول شيء انا متعودة على بيروت من زمان فما اقدر افارقها، خلص صارت عشيقتي. قد ايش صار لك موجودة عندنا؟ عشيقي لانه انتم ما بتحبوا نأنث لبنان صح؟ صحيح. قد ايش صار لك، قد ايش حتقعدي معنا هالمرة؟ مطولة ان شاء الله. في يعني يمكن شيء جاي تسجلي اغنية، تسجلي تصوري فيديو كليب؟ صور فيديو كليب. صوري فيديو كليب. اهلا وسهلا فيك حبيبي. رحمة بمطبخ النجوم اليوم انت واصدقائك حتكونوا ضيوفنا. رح نتجه انا وياكي هلا اليوم. شو الطبخة اللي بدك تعملي لي اياها؟ ما ادري افكر لما اشوف المطبخ بتعرفي والاكل وهيك، وانا طباخة قوية جدا. اي خبرية حلوة. لا طبعا. لا اكيد. نجوم ستار اكاديمي ما بيعرفوا يطبخوا؟ هو تعلمنا بيض وتونه هناك. اوكي. لا اليوم في اكثر من بيض وتونه. رحمه لكن على شو اتفقنا اليوم تحضير الطبق؟ اليوم رح اعمل لكم صاج. اوكي. زعتر وكشك وجبنه وهي الحركات. تحبيهم؟ فطرتي يعني اكلتي او بعد؟ لا بعدني كثير جوعانه. انا كثير بحبهم بس بتعرفي ترق المرقوق والصاج؟ هلا رح نشوف حسب يعني ان شاء الله اتوفى فيهم يعني. ان شاء الله. رحمه انت من محبين الاكل اللبناني او اكثر الاكل العراقي؟ اكيد الاكل اللبناني طيب بس الاكل العراقي دسم، فاحنا متعودين على الدسم من احنا صغار. يعني ما في زيت ودهن وهاي الاشياء اللي تنصح ما نشبع. بس انت لا يور فيت يعني محافظه على رشاقتك. هسه انا مو محافظه، انا باكل بس ما بعرف ايش ما بنصح. الحمد لله هاي نعمه. نعمه نعمه نعمه. بس لازم على يوم اكلش اكل عراقي، بس اليوم بما انه احنا بلبنان اكيد راح نطبخ اشياء لبنانيه، صاج وهاي المناقيش الطيبه. انت من محبين الاكل يعني مثل ما ذكرت انه الاكل العراقي دسم، بس انت وقت تقعدي على المائده بتحبي يعني مائده مليئه بالاكل؟ انا اكيله يعني انا بحب الاكل يعني تلاقيني على طول بستطعم بالبيت، ما يعني بين بقى وجبه ووجبه في وجبه. وفي غنى وقت ما تكوني عم تاكلي؟ هلا يعني حسب، اذا كان المود اوكي وانا عم باكل لا بغني. فاليوم يمكن رح نغني. إيه لا اليوم حنغني كثير. اكيد اليوم مطبخ النجوم في غنى وفي طبخ وفي تسليه. اكيد. مطبخ النجوم يستضيف الفنانة العراقية رحمة رياض اليوم. رحمة مثل ما اتفقنا يعني حيكون عنا اليوم صاج، رح نرق المرقوق ورح نعمل كمان جبنة وزعتر وكشك. وكشك مزبوط صحيح. يلا منبلش نشوف قد ايش شاطرة انت بالطبخ. ما تشديني كثير. يلا كل شيء بالحياة في اول مرة. مزبوط صحيح. يلا منبلش بالرق. الرق ولا نبلش المرقوق؟ يلا بالمرقوق. بالمرقوق كنت عم تخبريني انه قبل هيك ما نطلع على الهواء انه كان في فرق بين المرقوق او التنور ما بتسموه عندكم بالعراق تنور. وبين بين المرقوق اللبناني والتنور العراقي، شو الفرق؟ هسا احنا نطبخ بالتنور اللي هو معمول من طين. الحاجة ام علاء قالت لي موجود عندكم بلبنان تعملوا يعني منه، في عندكم هذا التنور، بس احنا ما بنعمل هيك يعني احنا بنلزقه خلينا على الطين. هيك ام علاء صعب هيك عباره عن مثل البرميل متكه من طين
بتحطي فيه مثلا 4-5 رغفه دغري هيك 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 هيك. لكن اسهل من عنا يعني. اسهل من طريقه وضعنا. وبعدين هذا شوي غنوجي يعني عشان لبناني ففي غنج واحده وتنطر وتغنجها وتحط لها ميك اب وتدلعها. طيب يلا خلينا بدنا نشوفك رحمه كيف حتعرفي ترقيها. يلا يلا ماشي يلا بس ضروري تصوروا هاي اللقطه. ان شاء الله ما تجي بوجهي ولا بوجهك. وين ساعدينا يا ام علاء؟ علاء يلا هلا انا لفيت نصها كويس. اوكي بتحبي يعني كونك انه عراقيه رحمه اطيب المرقوق او التنور عندكم اطيب؟ شوفي احنا عندنا الخبز العراقي غير، احنا ما يكون هيك ناعم، يكون انصح شوي ويكون ابيض. ما بيعمل برونزاج. ما بيعمل برونزاج. شفتي؟ رحمه كبيره جوا. فيري جود. لا فيري جود. كيف يا ام علاء ماشي حالها؟ لا برافو. هسا اوكي؟ اوكي خلص. رحمه بعرف انه كمان الاكل العراقي في اكله مشهوره كثير بالعراق اسمها المسكوف. سمك المسقوف. ايه شو هي هيدي؟ هاي سمك. احنا سمك عندنا كبير هيك. اوكي شو السمك يعني؟ شو سمكة. سمكة. سمك. عندنا سمك. سمك. اوكي طبعا ديانا رح تطلع من عندي رح تحكي عراقي بيرفكت. اوكي فالسمك احنا يعني تعرفين سمكنا نهري ويكون كبار، عندنا انواع قطان وصبور وهاي الاسامي. فاحنا شو نسوي؟ يحطون مثل سياخ حديد ونار بالنص. اوكي ويتكون السمكه. يتكوها يا حرام، هي ما تعرف انها رايحه للشوي. اوكي يتكوها لحد ما تصير اوكي. صح. ايه بدك تساعديني رحمه، انت اشطر مني بهي. بس انا اساعدك. اوكي بس هيدا هلا بدنا نعمل الزعتر. بس لحظه شوي عشان نحط طحين. اوكي شفتي شفتي لك يعني بعد ما اذا ما مشي حالك كثير بالفن والغناء في عندك مصلحه كثير. ايه لا لا شوي اطبخ. الانسان لازم يتعلم كل المصالح لانه بالفن ما بتعرفي في خساره وفي ربح. صحيح ان شاء الله في ربح دائما. انا الكفوف جننوني. ام علاء ساعدينا دخيلك عشان ناكل اليوم. ام علاء ما عاد تقدر تساعدك بهال قصة. ايه طيب ندشر هاي. كنا عم نحكي عن الفن انه بالفن في خسارة وفي ربح. انت يعني اشتركتي بعدد من البرامج الفنية من نجم الخليج الى ستار اكاديمي وصولا الى سوبر ستار، ودائما كنت عم تحتلي المرتبة الثانية رحمة، يعني في مشكلة او الصدفة عم بتصير معك هيك؟ والله لا ما في، ما اعتقد اكو مشكلة، هي الصدفة انه انا رقم 2 رح يصير رقم حظي. اوكي شو رأيك رقم حظ ولا لا؟ رقم 2 انا بعتبره لانه ثنائي بيكون رقم حظ. اوكي اوكي فانا كنت يعني انا شوفي ما انا بحياتي ما بحب الخساره. فاوكي مش مشكله في برنامج ما توفقت فيه في برامج ثانيه يعني تعرفي نحن معنا في نحطها هون. يلا انت حطيها. يلا اوكي ف ما دام في برامج وفي قنوات بتساعد على يعني على احنا علينا كم هو انه نشترك بهيك برامج ليش لا؟ عرفتي شلون؟ رحمة بيقولوا انه المتزوج اشطر من العازب بالطبخ، انت مع اي فريق بتوافقي؟ انا ما ادري اشوف لا اكيد المتزوج طبعا، يعني انا اشوف ماما طباخه نمبر 1. اوكي ما بح يعني انا مثلا ما احب اكل غيرها، ولما تكون موجوده يمي وانا ارجع عندهم بالبيت ما اكل برا على طول بالبيت. شو الاكل المفضل من ايدين امي تحديدا؟ احب التمن باجيلا. تمام تمن تمن باجيلا. ايه؟ شو هيدا يعني؟ رز مع فول. رز مع فول صعبه هي. بس طب قولي لي رز مع فول من الاول، ليش بدك تفوتيني بالديبيت؟ ما لازم اعطيكي اسمه الحقيقي. هاي مربعه. ماشي الحال. هلا اليوم طلع لنا منقوشه مربعه. اوكي اوكي الاكله المفضله لكينا تمم باجيلا ودجاج. دجاج مع حامض. هاي عندي اطيب اكله. اوكي بدنا نسمع منك شو اغنيه يمكن من اغنيتك رحمه. هلا انت عم بتحضري لنا المنقوشه. اوكي يعني ليش خلصنا؟ خلصنا.
خلصنا وما فينا نكفي هيكي وبزيادة بيكفي جرحنا بعض وقسينا وبعض ما عرفنا شو اللي بيشفي والله بقصف أنا عليك تبطل حبيبي وبطل لي صعب الهوى معنا سوا صدني أحسن إلنا هيك خلصنا وما رح فينا نكفي هاي أغنيتي تقريبا المفضلة خلصنا بس ما بعدنا لهلا ما خلصت الزعتر إن شاء الله تخلص اليوم إن شاء الله تخلص اليوم صورتي لها فيديو كليب لأغنية صح. خلصنا مع مين كان التعامل بالفيديو كليب؟ مع رندا القبيح أوكي حبيت أنا يعني أنا حبيت رندلة لأنه متعاونة جدا وأنت عارفة أنه رندلة أصلا ممثلة يعني صحيح فساعدتني كثير طبعا بالتمثيل غير أنه أنا الحمد لله يعني كانوا كثير عندي بالأكاديمي كانوا يشيدوا بتمثيلي فالكليب كان تمثيلي أكثر مما هو أنا أقولها تفاهة يعني عرفتي شلون؟ أوكي بفاها انه لما اطلع بكليب جدا عادي يعني حلو انك تعملي قصة تعملي شيء بواقعنا بالحياة شو كانت قصة الفيديو كليب لخلصنا؟ العنف ضد المرأة اوف قوي ليه تحديدا اخترتي هالموضوع يعني كلمات الاغنية بتناسب الفكرة؟ اكيد هي القصة كانت انه امرأة بتحب زوجها كثير اوكي ما بعرف هاي المنجم لو شرحت بتاكل ولا لا بس ممكن يعني رحمة ليه اخترتي يعني موضوع العنف ضد المرأة لا تكون هي يعني تصوير فيديو كليب خلصنا اول شيء خليني اعطيها اياك لانه ما حدا راح ياكلها انا متاكده انت ما راح تاكليها لا 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 اوكي فراح اعطيها هي هدية مني لك هدية منقوشة كاريه رحمة كيف حال الجبنة هلا اللي بدنا نحضرها انا وياكي ان شاء الله تكون اوكي هي اول واحدة يمكن نعملها وثاني واحدة مش عارفة لان انا اوريدي محضرة من قبل اوكي اوكي نحط هاي هيك طيب كنا نحكي عن تركيا كنا عم نحكي ايه عن العنف ضد المرأة ايه ف يعني الكليب الحمد لله لقى نجاح والحمد لله يعني انا يعني فرحانه ومبسوطه اني بلشت بشي هادف مش بشي تافه يعني عندك على الفيسبوك يعني جروب وفانز كتير ويا يعني انت بتديري يمكن هالفانز بتديري انت بتجاوب عليهم شخصيا او في مدير اعمال بيشتغل هالشغل لا انا شخصيا عن جد لانه فعلا يعني فعالين جدا جدا وبحبوك كتير شوفي هدول الناس يعني هم اللي ممكن ينزلوكي الارض ممكن هم يرفعوكي هدول الناس احط الجبنة اوكي فانا يعني تواصلي معاهم دائما واعرفهم بالاسامي وهم عارفين هذا الشيء اوكي يعني حتى بس يتصلوا مين من اهم الفانز اللي بتحبيهم او انه في اتصال بينك وبينهم شوفي يعني ما في حدا معين يعني كلهم يعني بدون مجاملة كلهم نفس المستوى مستوى الحب وكلهم انت عارف احيانا ما اكون مسجلة ارقامهم واعرفهم بس من الصوت هاي فلانة فهي تنصدم يعني هي فكرتني انه انا مسجلة الرقم بس من الصوت اكون حاضرة شو رايك ننتقل على التبولة مو يلا بس لنخلص هلا ايه ننتقل على الفتوش هون الفتوش ها فتوش بس أوكي. يكون في خبز يعني فتوش ها ما صح ما تصدقين اضيع بيني وبينهم بين بعض يعني بس يعني اضيع بين التبولة والفتوش معنا في فرق كبير ايه هونيك بقدوني سهولة كل انواع الخضرة صح في شيء يمكن قريب للفتوش او التبولة بالعراق لا احنا ايه قريب بس احنا بلا خبز اوكي للفتوش يعني بس ايه؟ بلا خبز نفس يعني نفس المعايير خس وخيار وبندوره وبقلي والى اخره ايه؟ طيب يلا هنبلش انا وياك انت حتاخدي بندوره تقصي وانا اخذ وحده
إيه؟ بس انتبهي لي على ايديك لانه اليوم ما بدنا تكوني ضحيه مطبخ النجوم. اوكي لا ما تعطلي هم.